الإجراءات باش المواطن يكون مطمئن والموال يكون مطمئن. يعني اللي يجي يبيع الكبش تاعو يجي مجلفة مسيلة من الولايات المنتجة للأغنام يجي يصيب تدابير، والمواطن نهار العيد قبل العيد 15 يوم قبل العيد يصيب أماكن وين يروح يقتني الكبش تاعو بضمان ويشري عند الفلاح مباشرة، يعني عند الفلاح للمواطن. ندور نداء للمواطن الجزائري المستهلك الجزائري باش يتجه لهذه الأماكن باش يشري الكبش تاعو في الأماكن المعتمدة، ونهار العيد إن شاء الله يتجه إلى كل المصالح البيطرية على مستوى البلديات على مستوى الدوائر على مستوى مدير المصالح المديرية المركزية، يسيب البيطري راه ينتظر فيه باش يقوموا بعمل تاعنا نهار العيد إن شاء الله. كما أضاف الهاشمي قدور كريم أن كل البياطرة مجندين للعمل قبل العيد وبعده، وقدم بعض التوصيات. كل البياطرة عندنا 2000 بيطري موظف وعندنا 9000 بيطري خاص، كل هذه البياطرة راهي مجندة باش يخدموا قبل العيد ونهار العيد. حنا التوصيات اللي ندوها للمواطن، السنة لا سيطاني السنة لا سخانة بزاف يفيد طريشو، نطلبوا من المواطن يتجه للمصالح البيطرية المعتمدة في الولايات باش يعطوا له التوضيحات، يعطوا له كاع التدابير كيفاش يذبح تاعو الكبش تاعو بحالة جيدة والحالة الصحية وحالة النظافة. يعني إذا تبع كل التوصيات اللي عطيناها له الكبش تاعو ما ياخذوا حتى شيء. يعني المواطن يجب يعرف بلي الحرارة تاع السنة هي العدو رقم واحد على الكبش تاعو.